ليال احنا كثير بنعرفك منيح وبنعرف قد انت مسالمه، بس عم نشوف بهيدي الايام شرب الخليل عم بهاجم ليال، خبينا شو صاير، شو السبب؟ هلا يمكن شرب الخليل مش عايش بلبنان، بس عايش بس الظروف السياسيه اللي بتعني له. انا بقول له انه شرب الخليل خلي انت عندك بعد نظر، بس يمكن ما عم تقشع مزبوط، فخلي نظرك بعيونك تقدر تقشع. مين ليال عبود؟ ليال عبود هي منا راقصه استعراضيه، هي فنانه، ممكن تكون نوعا ما استعراضيه بس هي فنانه بتغني. قديش اليوم انزعجتي من هجومه بما انه انت ما عملت شيء، يعني اجى لعندك عبيتك يعني هاجمك وانت يعني ما عملت شيء؟ تفاجأت هيدا الهجوم المبطن من شخص مثل شرب الخليل. انا دايما بحب كل سكتشاته، كل البروجرامات الحلوه اللي بيقدمها بطريقه فكاهيه ليوصل فيها رساله تكون معبره ومؤثره وفيها منحى اجتماعي او وطني او اخلاقي او ثقافي. يعني تفاجأت بهالانحراف بالتفكير وهالطريقه بالتسميه او اللقب اللي اعطاني اياه، تفاجأت الصراحه للاسف. هل معقوله تعتزلي بعد هذا اللقب؟ لا، بدي بلش ارقص هلا. عم نشوفك على السوشيال ميديا، يوم شعرك اشقر، يوم شعرك احمر، يوم شعرك اسود، شو القصه يا ليال؟ هلا مش هي فكره اللون الشعر، فكره صبغه الروح اللي انا عم بعتمدها، الحله الجديده اللي بضل دائما اطلع فيها. المهم انك تلوني روحك بالوان السلام، الانسانيه، المحبه، العنفوان، العفويه، هيدي هي اللي انا قصدي فيها. واليوم شو عم بتحضري لجمهورك؟ خبرينا. أغنية خليجية بامتياز تحت عنوان حلم ولا حقيقة، إخراج رندا القديح، كلمات الشاعرة عبير أهوجي، ألحان جوزيف جحا وتوزيع باسم رزق. هل رح نشوف الراقصة الاستعراضية بهذا العام بهذا الفيديو؟ إيه عن جد فيها رقص، ضحكتيني. فابيان فيها رقص. اليوم شو الرسالة؟ استعراضي في نوع من الفن الراقي الحلو الخليجي اللي دايما تعودنا عليه، تراديشنال ستايل بس بطريقة مودرن بستيل ليال عبود. هل بتحسي انت اليوم السلام يلي انت فيه هو اللي بيجذب الاشخاص ليهاجموك؟ لانه قليلا نشوفك عم تهاجمي حدا، بنشوف الاشخاص هن بيهاجموك. لا، بحس انه كل حدا بده ينشهر او بده فكره توصل ويعمل عنا سكوب بيقول ليال عبود، ما بعرف ليه.